الأمن خط أحمر. قاعدين لغزة. رح نضطر نوجد الحكمة. احنا سايبين أهالينا. تحلفكم بالله البقاء في منازلكم. شنو تعلمنا؟ شنو العبرة اللي خذيناها؟ شنو كان دورنا احنا كشعب بهالأزمة؟ صحيح احنا شعب واحد، ولكن ايد واحدة ما تصفق. عرفنا ولا راح نعرف؟ تعلمنا ولا راح نتعلم؟ عرفت ان ما كان فينا صبر، عرفت ان الناس ما تبي تتعلم، عرفت ان احنا ما تعاوننا مع الحكومة لين ما وصلنا لحال اليأس، عرفت ان التشاؤم بيننا هو اللي فايز، عرفت ان الخوف وهو اللي غالب. لكن شنو تعلمت؟ تعلمت ان مشاعرنا غلبت تفكيرنا، تعلمت ان احنا عايشين على مشاعرنا وليس عقلنا، تعلمت ان الجهل ولد الخوف عندنا. وباء كارثي للأسف استصغرنا لين ما استسلمنا. تعلمت ان وصلنا للامبالاة. ما ننسى جهود الدولة لنا، ولكن هل عطيناها حقها؟ ما ننسى الصفوف الاولى، ولكن هل قدرنا بسبب جهل الغير رجال الامن يتعب؟ بسبب اهمالنا وصلنا لطب الحروب. سؤال، شنو العبرة اللي خذيناها من هالأزمة؟ كلنا لنا دور، من مواطن ومقيم، ان نساعد الحكومة على احتواء هذا الوباء. لكن فشلنا، البعض طبق القوانين ولكن العكس اكثر، ومن هالأزمة هذه دشينا بخلافات وانكشفت النوايا. للأسف ما كنا مستعدين لهذه الأزمة ومساوئها. بالأزمة هذه شغلات وايد المفروض نتعلمها، نقولها، نسويها ونعيدها ونرد نعيد شنو تعلمنا.